دكتور عادل، خليني طبعا في البدايه عشان الناس برضو تبقى فاهمه خشونه المفاصل، مش كل الناس عارفه ايه دي يعني. فهل هي بتيجي من قله الحركه ولا هي بتيجي من كتر الحركه الغلط مثلا؟ طبعا هو سؤال جميل جدا، بس انا هستاذن حضرتك الاول اوجه التهنئه لمجلس اداره النادي طبعاً. بالدوره الجديده، كابتن محمود الخطيب والتيم بتاعه، القائمه الكامله، وده نجاح للمنظومه ونجاح للشغل، ويبين للناس درس ان اللي بيشتغل بينجح وبيبني ثمار مجهوده على طول. وطبعا وبرضه بما ان في اللجنه الطبيه فبخص بالذكر يعني شكر الدكتور محمد شوقي اللي على مدار الاربع سنين اللي فاتوا الحقيقه كان قايم بدور جامد جدا في اعلاء شان المنظومه الطبيه للنادي، ويمكن ده كان اثرها واضح جدا على اللاعبين والاعضاء والحاجات الحمد لله اللي اتعملت كلها من مؤتمرات من ندوات من ورش عمل اتعملت. الحقيقه كان مجهود جامد جدا خلال الاربع سنين اللي فاتوا الحمد لله. نخش بقى في موضوعنا بقى. حضرتك المدخل جميل جدا، وهو فعلا عندنا نوعين من الخشونه. الخشونه المرضيه اللي هي نتيجه عوامل مرضيه زي تاكل الغضاريف نتيجه الوزن الزياده نتيجه ضعف العضلات، والحاجه الثانيه اللي هي المكتسبه نتيجه الاوفر يوز. ودي بقينا نشوفها دلوقتي في اللاعبين الصغار، يعني السن صغير 17 و18 و20 سنه في اللعبات المختلفه، لما للاسف بيتعمل عليه اوفر لود فيبتدي يحصل الخشونه. طب يعني ايه الخشونه؟ الخشونه هي تاكل الغضروف المحيط بسطح التمفصل في مفصل سواء كان الركبه او الكوع او الحوض او حتى الغضاريف بتاعت الفقرات العنقيه والقطنيه والعجزيه. ده دايما بيحصل تاكل فيه نتيجه الاوفر يوز او نتيجه الاوبس السمنه الزياده، فيحصل الاحتكاك يزيد بين سطح التمفصل، يبتدي يحصل الالتهاب اللي هو بيسبب الالام اللي بتبتدي نشتكي بعدها بان عندنا الخشونه.